ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين للحديث أكثر عن فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة تحت رعاية صاحب السمو الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية التوحد الخيرية. انطلقت فعاليات مؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة العامة، ومن ضمن فعالياتها أقامت معرض شاركت فيه العديد من الشركات والجمعيات الخيرية. للمزيد عن هذا الموضوع معانا عبر الهاتف سمو الأميرة سميرة بنت عبد الله الفرحان الفيصل رئيسة مجلس إدارة جمعية التوحد الخيرية. نرحب فيك سمو الأميرة. هلا وسهلا، حياك الله وحياك يا هلا وسهلا المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي. حابين نتعرف من حضرتك سمو الأميرة عن جهودكم في هذه الجمعية وعن مشاركة الجمعية في هذا المؤتمر. الجمعية يعني لو نحكي يعني نحتاج برنامج كامل. صحيح. جمعية أسر التوحد الخيرية تخدم الأسر بالتوعية والتدريب وتوعية المجتمع ومطالبة بحقوق المرضى، ويعني دعم المرضى في القطاعات الخاصة. جمعية انفصام نفس الأهداف تقريبا، وحنا نتمنى من أخواننا المشاهدين واللي يعني يتواصلون معنا ويسجلون عضوية معنا ويشوفون الخدمات على أرض الواقع. فعلا. مشاركتنا أمس كانت هي الهدف مهم جدا، اللي هي توعية المجتمع عن مرضى الفصام وعن مرضى التوحد أو اضطراب التوحد، وكانت المشاركة جدا الحمد لله رائعة. يعني كان عدد الحضور يعني مناسب، ويعني كان المؤتمر فعلا محتاجة المجتمع السعودي تزامن مع رؤية دولتنا الله يحفظها 2030، وإن شاء الله يا ربي تكون المعلومة وصلت للمجتمع في التوعية إن شاء الله بإذن الله. أكيد جهودكم في هذه الجمعية ما شاء الله سمو الأميرة سميرة واضحة، ويمكن إحنا من تواصلنا معكم دائما إن كان في التقارير أو بزيارتكم عبر وجودكم في الجمعية يعني جهود جبارة. يعطيكم ألف عافية والله يجزاكم خير في الدنيا والآخرة أكيد. ولكن حابين نعرف دور الجمعية، يعني الهدف من مشاركتها فقط التوعية ولا كان في بعض الفعاليات يعني الأطفال المنسوبين للجمعية؟ لا والله، بس كان للتوعية فقط. للتوعية. لكن الجمعية الآن تقوم بعدة يعني أشياء إن شاء الله، يعني مثل تأهيل المرضى للتوظيف، مرضى الفصام. ما شاء الله. أي نعم، فعملنا يعني جهود جبارة. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله، يعني في كثير تأهلوا لله الحمد ورجعوا لسوق العمل. أنت عارفة طبعا مريض الفصام ما يصاب المريض الفصام إلا صحيح. بعد 17 سنة. صحيح. ففي بعضهم يكون يعني متفوق في دراسة وبعضهم يكون عنده شهادة عالية، لكن بعد المرض يعني انتكست حالته يمنعه يمكن من الانسجام في المجتمع. اي نعم، فالجمعية يعني قائمة على هذا الشيء. الشيء الثاني اللي هو التوعية. احنا مع الأسف في العالم العربي نعتبر الإعاقات النفسية يعني شيء عيب وبصمة يعني ما نصرح بها، فكانت التوعية لها دور كبير ان احنا نقول ان مريض الفصام او مريض التوحد يجب ان يخرج للمجتمع، يجب ان يتقبل من المجتمع ويكون يعني فيه برامج في المجتمع يدخل فيها المريض. دائما الإحراج اللي يصيب الأسرة من مريض الفصام أو مريض التوحد إنهم إذا طلعوا للمجتمع نظرة الشفقة ونظرة الاستغراب. صحيح. يعني في كثير أسر تقول لي إنهم يلحقونهم يصورونهم للأسف. فحنا محتاجين للتوعية، يعني محتاجين نقول للمجتمع إن هذا الاضطراب ما هو اضطراب سلوكي، يعني ما هو الإنسان بإرادته، هذا مرض أكيد من عند رب العالمين. صحيح. أي ويجب علينا يعني التوحد من مثل لما تروح بأمه للسوبر ماركت في بعض اللحظات يقوم ينسدح على الأرض، فالناس ناظرة ليش هذا الولد ما تأدب، ليش هذا الولد للأسف. يعني كانت كانت عندي أم أمس تقول حق الأمن الولد يبكي، فحق الأمن في المول جاها وقال لها سكتي ولدك ولا بسكته. لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف هذا هو الوعي الخاطئ أو عدم وجود الوعي في هذه الحالات. فقالت له عنده توحد، قال خليه في البيت يحسب، يعني ما هو فاهم وش معناه، ما هو عارف إيش هو هذا المرض فعلا.
نعم، فحنا محتاجين للتوعية ومحتاجين لدعم المجتمع في تسجيل العضوية معنا. أي الجمعية فاتحة أبوابها، جمعية أسر التوحد، الرقم 20 37 20 37 37 4. جمعية الفصام يعني نحب أنكم تشاركون معنا، نحب أنكم تكونوا متواجدين معنا بإذن الله. إن شاء الله نتمنى حبيبتي. أنه صوت حضرتك يكون وصل، وهو أكيد جهودكم واضحة والجمعية يعني لا غبار عليها، وما نحتاج أصلا نعرف عليها، يعني من الجمعيات القائمة العريقة الجمعيات الله الناجحة، وجهودكم واضحة في هذا المجال. جزاك الله ألف خير سمو الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود، رئيسة إدارة الجمعية الخيرية للتوحد. جزاكم الله ألف ألف خير عن الله يسلمك. هذا لو المجهود سمحتي الجبار. تفضلي. بقول رقم الفصام لأنهم ما صحيح. يزعلون علي ليه. 4 8 نعم. خلاص بإذن الله إحنا شكرا. نسجل ويظهر على الشاشة تواليا شكرا خلال الحلقة. شكرا شكرا جزيلا. حبيبتي، شكرا حبيبتي، يعطيك مع ألف السلامة. عافية. مع السلامة. أعزائي المشاهدين، يعني العمل الخيري من الأعمال اللي تشعرنا بالسعادة وتعطينا نشوة لا يمكن أن نحصل عليها إلا في العمل الخيري، فوجود يعني أشخاص قائمين على جمعيات يعني تعمل للخير وتحديدا لهذه الفئة من أبنائنا يعني يعطيهم ألف عافية، ونتمنى لهم أنهم دائما يكونوا قادرين على العطاء أكثر وأكثر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونواصل بعده فقرات حياتنا.